حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت مصادر صحفية أن إحدى الشركات المتهمة بالفشل في إقامة المشاريع الاستثمارية تحاول الحصول على مشروع طريق الفاو تحت اسم شركة أجنبية بحيلة قانونية. وكشف المسؤولون أن هذه الشركة تحاول استلام مشروع بمساعدة وتدخل جهة متنفذة تدعي أن طريق الفاو تابع للشركة الفاشلة تحت اسم شركة أجنبية تابعة لها. وأضاف المسؤولون أن هذه الشركة فشلت في تنفيذ طريق الصناعية الذي يبلغ طوله 11 كيلومترا بعد استلام المشروع في عام 2012 لتغير اسمها مجددا عام 2019 للحصول على نفس المشروع دون تنفيذه. استبعدت اللجنة المالية النيابية عودة العمال أو عودة العمل بالسنة التقاعدي القديم نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، موضحة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر 60 وهو المعمول به حاليا. وأضافت اللجنة أن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة على حسب قولها، مستدركة بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي والهندسي والقضائي وأيضا الأساتذة المحاضرين في الجامعات وغيرهم. أعلنت وزارة المالية في كردستان العراق تسجيل عجز مالي بأكثر من 300 مليار دينار في رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي والتي وزعت في شهر آب الجاري. وأكدت الوزارة أنه تم دفع هذا العجز المالي عبر الإيرادات الداخلية داعية حكومة بغداد إلى الالتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال حصة كردستان العراق الشهرية في الوقت المحدد. قالت وزارة الموارد المائية إنها أزالت 3000 بحيرة أسماك متجاوزة ما وفر أكثر من مليار متر مكعب من المياه بعد الإزالة على حسب تصريحاتها. وأضافت الوزارة أنها مستمرة بإزالة التجاوزات وردم البحيرات المتجاوزة وتحجيم وتأشير ورصد التجاوزات البيئية. وأكدت رصد أكثر من 5000 من بحيرات الأسماك المتجاوزة. وأردفت الوزارة أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقدر بعشرين ألف دونم. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استقرار صادرات العراق النفطية لأمريكا على الرغم من انخفاضها بشكل طفيف متجاوزة بذلك السعودية الأسبوع الماضي. وأوضحت الإدارة أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 304,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي منخفضة بمقدار 1000 برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه معدل 305,000 برميل يوميا. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.